وللحديث أكثر حول هذا التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين ينضم معنا هاتفيا الدكتور محمد الصبان الخبير في الشؤون النفطية. أهلا بك دكتور معنا إلى هذه النشرة. أبعاد قرار كهذا دكتور وأيضا انعكاسه المباشر على المواطن والنشاط الاقتصادي المحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك للشعب السعودي وللمواطنين والمقيمين هذا الخبر الهام الذي سعدنا به جميعا. هو يوضح بأن هنالك سقف أعلى لأسعار البنزين لن تتجاوزها أسعار البنزين في الأشهر القادمة، لكن حينما تتم المراجعة ويكون هنالك انخفاض في أسعار النفط العالمية فإن هذا الانخفاض في أسعار البنزين سيلحق أو يصل إلى المستهلك النهائي. جيد، يعني معنى ذلك يعني هذا التأكيد مطمئن للمواطن بأنه لا زيادة فوق أسعار يونيو مهما حدث، وأنت تؤكد زيادة. أنت تؤكد أيضا أنه بالمقابل للتوضيح يعني في هذه الجزئية تحديدا أنه إذا كانت المراجعة الدورية تشير إلى أقل من هذا السعر فسيتم اعتماد الأقل، بمعنى أن تثبيت أسعار يونيو هو تثبيت للحد الأعلى وليس تثبيتا دائما دكتور، أليس كذلك؟ صحيح، تثبيت للحد الأعلى لكن ليس هنالك حدود للحد الأدنى. إذا انخفض سعر النفط العالمي ستنخفض تدريجيا معه أسعار البنزين وبالتالي سيستفيد المستهلك. في الواقع أنت سألتني عما ما مدى تأثير هذا على المواطنين وعلى الاقتصاد؟ بالضبط، التأثير كبير جدا، لأنه كمواطن أو كرجل أعمال هم لديهم إنفاق شهري للبنزين، وبالتالي فإن التنبؤ أو معرفة أن هذه الفاتورة لكامل الشهر لن تتجاوز حد معين بينما بالإمكان أن تنخفض سيؤدي هذا إلى تنبؤ رائع يساعد الاقتصاد على النمو الأفضل. وأيضا في ظل معدلات التضخم المرتفعة نوعا ما داخليا أو محليا فإن الانخفاض هذا سيؤدي إلى تخفيف العبء والضغوطات التضخمية على المستهلكين، ناهيك عن أن هنالك برنامج لترشيد الطاقة في المملكة العربية السعودية هو بدأ منذ فترة وتشرف عليه وزارة الطاقة. هذا البرنامج يحدد للمستهلكين أو للمواطنين السيارات أو الناقلات ذات الكفاءة المرتفعة التي لا تستهلك كميات كبيرة من البنزين، وبالتالي أيضا هذا سيساعد إذا ما التزم المواطن بالإجراءات هذه ستساعد أيضا في تخفيض التكاليف. لا ننسى أننا خلال العامين الماضيين انخفض استهلاك المملكة العربية السعودية المحلي من استهلاكها البنزين ب 16%، وهذا دليل على أن ترشيد استخدام الطاقة هو فعال، وأيضا ارتفاع الأسعار أثر في طبيعة الاستخدام المحلي للناقلات المختلفة. كل الشكر دكتور محمد الصبان الخبير في الشؤون النفطية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.